على أنغام الطرب الحضرمي الأصيل، افتتحت بطولة الدوري التنشيطي لكرة القدم بعد توقف لخمس سنوات بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي واندلاع حرب ساهمت في تعرض الكثير من المنشآت الرياضية للقصف والدمار. يشارك في هذه البطولة التي ينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم والتي تستمر نحو أسبوعين من الشهر الجاري ثمانية أندية، وهي التلال ووحدة عدن عن مجموعة تجمع عدن، وأهلي صنعاء واليرموك عن مجموعة تجمع أمانة العاصمة صنعاء، وأهلي تعز عن مجموعة تجمع تعز، والهلال عن مجموعة تجمع الحديدة، وشعب حضرموت عن مجموعة تجمع المكلا، والاتحاد عن مجموعة تجمع إب. سعداء جدا في محافظتنا، واتمنى من الجمهور ان يغطي فعاليات الدوري التنشيطي، ونحن هنا الى جانب السلطه المحليه وبدعم من وزاره الشباب والرياضه وبتوجيهات صريحه من السلطه المحليه ممثله بالاخ المحافظ والاخ الوكيل على استعداد تام لنرسم البسمه والوجوه التي تملاها السعاده لتعيد الدوري التنشيطي على اكمل فرحه لما نشاهده من جراح الوطن. وفي مباراة الافتتاح التي جمعت نادي شعب حضرموت مع نظيره أهلي صنعاء، حقق الأهلي فوزا كاسحا بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب نادي وحدة عدن على نظيره اتحاد إب بأربعة أهداف نظيفة. الحمد لله أخذنا ثلاث نقاط، أهارت لك لشعب حضرموت وجمهور حضرموت. هي مباراة كذا، مباراة كوش تعتبر. الحمد لله احنا توفقنا، وفقنا الله سبحانه وتعالى وأخذنا الثلاث نقاط، والقادم أقوى وأصعب إن شاء الله، لكن بهمة الشباب اللي معنا نواصل الطريق إلى البطولة إن شاء الله. الحمد لله على كل حال، هذه كرة قدم، فوز وخسارة، وإن شاء الله نتناسى المباراة هذه وإن شاء الله نعوض في القادم، باقي لنا باريتين إن شاء الله نحسم الفوز والأخيار الفوز إن شاء الله. شهدت هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى في مدينة سيئون بحضرموت حضورا جماهيريا لافتا ملأ مدرجات الاستاد الأولمبي، في مشهد يعكس شغف اليمنيين لعودة الحياة إلى طبيعتها، كما يبعث التفاؤل من وسط ركام الحرب والدمار. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون حضرموت.